هشام، عايزين نتكلم على الزمالك، ويمكن جمهور الزمالك جاله خضه من اسلوب اللعب وطريقه اللعب اللي بيتبعها اوسوري في اخر مباراتين امام بروكسي وامام الاسماعيلي. عايز اعرف رايك ايه في الموضوع، يعني رايك هل السبب خضه الجمهور بسبب ان الطريقه جديده على اي فرقه كبيره في مصر؟ طبقها قبل كده في مصر كابتن ايهاب جلال في وقت كابتن شوقي عملها وعملها مع المنتخب الاولمبي في بعض المباريات، وعملها مع الانتاج الحربي في بعض المباريات، ولكن التركيز الكبير والتركيز الاعلامي الكبير على فريق زي الزمالك سبب خضه للجمهور. في رايك الخضه دي أو الموضوع يستحق الخضة دي، ولا طبيعي ان مدرب وهو جاي يشتغل ان هو بيحاول ان هو ينفذ اسلوب لعب جديد وبيحاول ان هو يقنع اللعيبة بيه؟ بص، خلينا نتفق ان الراجل ممكن يبقى سرح شوية في فكرة ان هو افتكر ان هو في اوروبا. هو جه بص على الجدول لان الزمالك بعيد، الزمالك خلاص رمى منديل الدوري. اكيد لما جه تعاقد معاه المسؤولين لما جم تعاقدوا معاه قالوا له احنا عايزينك تبني للسنه الجديده. فالراجل ما اشتغلش في بريشر ان انا بنافس على بطوله. الراجل انا عايز اعمل خطه هو شايفها وهو عارفها، لو نجح فيها عارف ان هو هيبقى من الفرق المميزه اللي في الدوري، لان انت ما بتيجي تبص عليها هي خطه لو بتسالني انا ما تتعملش دلوقتي خالص. هي عايزه فتره اعداد في الضلمه، مش في دوري ماتشات رسميه عايز تطلع تاني دوري عشان تلعب دوري ابطال، في استوديوهات، في اللي بيحبك، في اللي هيقطع، في اللي عايز يقطع. فهي في وقت غلط لو بتسالني. هو مثلا لما بتيجي تتكلم، هو لعب مباراه سيراميكا بشكل طارق مميز جدا، لعب الـ4-1 لما لعب بشيكابالا وزيزو، وكان شكل نادي الزمالك مميز جدا. انت لو بتسالني انا كنت اتمنى ان هو يكمل على الخطه دي ويقعد يعلمها ويشرب ويأكل لغاية بداية السنة، ويبتدي الزمالك يلعب بأسلوب الـ4-1 أو تمشي 4-3-3 أو 4-1-4-1. لكن المدرسة الجديدة اللي هو عملها ميدو، هو ما عندوش الكواليتي بتاع اللعيبة اللي ينفذها، مش في الزمالك. أنا أقول لك إن الخطة دي أصلا جوه مصر ممكن اللعيبة حتى لو معاك أوبن بودجت من جوه الدوري عشان تجيب لعيبة تطبقها بالتفاصيل الكتيرة اللي انت لازم تلعب بيها، لا انا شايفها صعبة جدا. انت بتتكلم في فرقة، خلي بالك انت الماتش اللي فات مثلا ميدو قدام الاسماعيلي، الراجل عمال يعمل لهم كده كلمه. الخطة دي يا ميدو الماتش اللي فات كان دايما افيلبل فيه لعيب فاضي دايما، بس مثلا حسام عم يجيب تلاقي مثلا رؤى ظهر له عمال يعمل له كده يروح عاملها طويلة. لو جيت بصيت ان الكورة هي دي بتعمل لك افضلية ان انت في اي مكان في الملعب عندك لعيب زيادة لو اتطبقت 100%.